صباح الخير، صباح الفل عليكم. كل سنة وانتم طيبين، ومع بداية العام الجديد كده ان شاء الله هيبقى عام سعيد علينا وخير، وان شاء الله ربنا يرفع عننا الوباء والبلاء ويحفظ امتنا ويحفظ بلدنا ويحفظ العالم كله يا رب، ويحفظ اولادنا، ويا رب تبقى سنة خير علينا بإذن الله يا رب. وتملي نقول لو في محنة كده من عند ربنا، ده ربنا بيختبر صبرنا، وان شاء الله ان شاء الله هتبقى سنة خير بإذن الله، وربنا هيقف جنبنا والغمة دي ان شاء الله هتنزع. النهاردة هنتكلم عن ايه؟ عن المسؤولية. يعني ايه مسؤولية؟ مسؤولية يعني يبقى شخص قد المسؤولية اللي هو اتحط فيها، ايا كان بقى هي ايه بقى، اذا كان بيت، اذا كان اولاد، اذا كان شغل، اذا كان اي حاجة، اي حاجة تبقى انت مسؤول عنها المفروض تبقى قدها. ما ينفعش مثلا رب بيت ما يبقاش قد المسؤولية، ده ما ينفعش طبعا. ما ينفعش تبقى ماسك مكان في شغلك او ماسك منصب في شغلك وما تبقاش قد المسؤولية بتاعته. لازم تبقى قد المسؤولية اللي انت محطوط فيها. اذا كان رب بيت يبقى لازم يهتم بولاده، يحب ولاده، يراعيهم، لان هم هيبقوا في رقبتك، وهم يعني انت هتتحاسب على المسؤولية اللي في رقبتك. اذا كان ولاد انت هتتحاسب عليهم. لازم على قد ما تقدر اعمل اللي تقدر عليه، حتى لو هم كانوا عيال فشلة، عيال وحشة، عيال ما بتسمعش الكلام زي ما الاجيال اللي طالعه دلوقتي. على قد ما تقدر لازم تبقى تعمل اللي ربنا يقدرك عليه، عشان لما نيجي نقابل ربنا في يوم من الايام ونقول له يا رب احنا عملنا اللي علينا. اذا كان بقى دي في تربيه الاولاد، اذا كان في بيت او في بيت وفي زوجه، لازم تبقى قد المسؤوليه، ولازم تبقى رحيم بزوجتك، ولازم تبقى كويس مع زوجتك، ولازم تبقى تشارك معاها الحياه وتبقى جد في المسؤوليه بتاعت البيت. لو انت في شغلك يبقى لازم تبقى جدير بشغلك وبالمكان اللي انت فيها. ما تبقاش عشان انت مثلا اختاروك مثلا من ضمن كذا حد ان انت تمسك مكان، او تبقى انت انسان مستهتر وانسان مش كويس وانسان مش ما تحافظش على مكانك. لا، لازم يا جماعة اي واحد يعني اتحطت عليه مسؤولية، لازم في مسؤوليات بتتحط علينا غصب عننا، وفي مسؤوليات احنا بنحط نفسنا فيها. يعني في اختيارات دي بتبقى بايدينا، اختيارات اللي هي بتبقى ايه، الجواز، مجايب الاولاد، بتبقى مثلا انا في ناس بتبقى عايزه تجيب اولاد، وفي ناس بتبقى مش عايزه، هو الرزق بتاع ربنا، بس في ناس بتبقى رافضه مجايب اولاد، يقول لك لا انا ما بحبش الاولاد وانا عايزه اعيش حياتي بالطول والعرض، وفي ناس ربنا بيشخص لها وبيديها ذريه صالحه. يا جماعه المسؤوليه دي حاجه كبيره قوي، ما ينفعش نتخلى عنها، ما ينفعش نتخلى عن تربيه اولادنا، ما ينفعش نجيب عيال ونرميها في الشارع، ما ينفعش نجيب عيال ونخلي غيرنا يشيل مسؤوليتها، ما ينفعش نجيب اولاد ونقول احنا مالناش دعوه. مهما يكون ابنك في اي حاجه، في اولاد بتبقى دماغتها مريحاها، بتعمل مشاكل، بتبقى عيال ممكن هنقول مثلا بتعوق اهاليها او ما بتسمعش كلام اهاليها او حاجه، بس احنا برضو نتننا وراهم لحد ما ربنا يكرمهم ويوصلوا لبر الامان. دي مسؤوليه في رقبتنا، في اولادنا، لازم نعمل اللي نقدر عليه، ولازم ننصحهم، ولازم نقول لهم ان احنا الحاجات التجارب اللي احنا عدينا بيها ده لازم. في شغلك لو انت اتحطيت في مكانه في شغلك يبقى لازم على قد ما تقدر يبقى قد المسؤولية دي، تحافظ على شغلك، تراعي شغلك، تبقى مش بني آدم متسلط أو بني آدم متعترف أو بني آدم أنا اتحطيت في مكانة كويسة يبقى أنا بقى أبقى وحش مع زمايلي أو أتعرف عن زمايلي على زمايلي. أنا بشوف نماذج يا جماعة، بحس لما واحد كده ممكن ربنا يديله مثلا وياخد يعني يشيل مسؤوليه في شغله ولا حاجه، او يتحط في منصب كويس،
انا بشوفه بقى العجرفة بتمسكه خلاص هو بقى ممكن مثلا يفكر نفسه ان هو بقى حاجة، يعني حاجة كبيرة. الشغل مش حاجة كبيرة وحاجة صغيرة، احنا كلنا بنكمل بعض من اول اكبر راس لحد اصغر عامل، كلنا بنكمل بعضنا، مفيش حد ما بيكملش التاني. لازم على قد ما بنقدر احنا بنكمل بعض، مفيش حد يتعالى على التاني، مفيش واحد يبقى حاطط مراخيره في السماء ومفكر الناس دي كلها تحت فهو يتعمل عليهم، او بمعنى اصح يبقى متقرنن عليهم او متعنطز عليهم، هنقول كده بالبلدي. لازم على قد ما نقدر نحافظ على شعور الاخرين، على اللي اقل مننا نحاول ان احنا باستمرار نبقى جنبه، لان احنا لما نراضي الصغير الكبير هيراضينا، والكبير بقى الكبير اذا كان اي حد، والكبير الكبير اللي هو ربنا سبحانه وتعالى هو ده اللي بيقدرك وبيكرمك وبيرزقك، زي ما بتكرم العبد ربنا سبحانه وتعالى بيكرمك وبيرزقك في اي حاجه. فلازم على قد ما تقدر، على قد ما تقدر كل واحد شايل مسؤوليه يا جماعه لازم يبقى قدها. اذا كانت ست شايله مسؤوليه لازم تبقى قدها، اذا كان راجل شايل مسؤوليه لازم يبقى قدها، لازم يهتم ببيته بولاده بمراته، ولو كانت ست لازم تهتم ببيتها وجوزها وولادها. لازم يا جماعه علشان خاطر الدنيا تمشي بسلام، اذا كان ربنا مدينا محنه صغيره كده علشان الناس ترجع لثوابها، ترجع لعقلها، يبقى عندها رحمه بالبني ادمين ورحمه بالاطفال ورحمه بالناس، عشان ربنا يكرمنا ويرضينا ويرزقنا ويصلح حالنا وحال الناس كلها يا رب. وانا كنت يعني دي نصيحه كده انا بقولها لوجه الله، في ناس بتعمل بيها وفي ناس ما بتعملش، وفي ناس بتاخد الكلام كده باستهزاء وفي ناس بتاخده جد. ويا رب يا رب ربنا يكرمنا ويكرمكم ويبعد عننا الوباء والبلاء ان شاء الله. واستودعكم الله، وباي باي.